النهارده يا سنه 5 هنتدرب على الخريطه وهنشوف مع بعض كده نقطه. خليكم معايا كده واحده واحده. هنبدا باول حاجه البحرين. احنا عندنا بحرين في مصر. البحر اللي فوق اسمه البحر ايه؟ المتوسط. البحر الثاني اسمه البحر ايه؟ الاحمر. فيهم مشكله؟ تمام. طب يلا بقى ندخل على الخلجان. قال لك والله انت عندك خليجين، خليج اسمه خليج السويس وخليج ثاني اسمه خليج الايه؟ العقبه. اعرفه ازاي؟ هو يا مستر الطويل ده اسمه خليج ايه؟ السويس، والصغير ده اسمه خليج الايه؟ العقبه. يبقى كده مين؟ السويس ومعاه قناه الايه؟ السويس. وجنبك الناحيه دي بقى البعيده اسمه خليج الايه؟ العقبه. يبقى خليج السويس وبعد كده خليج الايه؟ العقبه. كده خلصنا الخلجان. تعال بقى للمنطقه اللي كل الناس بتتلخبط فيها، المعادن. منطقه لاستخراج الحديد. انا كنت سامعك برافو عليكم. في ناس كتير كانت بتقول حلوان، مش عارف مين انا واحده فيكم. المهم منطقه لاستخراج الحديد، الحديد اللي فيها حق حته كده اسمها الواحات الايه؟ البحريه. يبقى اول ما تشوف الحديد اعرف على طول ان انت هتروح على فين؟ الواحات البحريه في الصحراء الايه؟ الغربيه. طب يا مستر هو مصنعه فين؟ اخر محطه المترو، محطه ايه؟ حلوان. يبقى المصنع في حلوان لكن الحديد نفسه موجود في الواحات الايه؟ يبقى انا اجيبه من الواحات البحريه واوديه في المصنع اللي هو فين؟ في حلوان. فيها مشكله منطقه لاستخراج الحديد؟ يبقى الحديد يا استاذ ادم اثنين حاب معانا، واحات بحريه ومصنعه حاب لوحدها اللي هو مصنعه فين؟ في حلوان. منطقه لاستخراج المنجنيز يا رجل اسمها ام ايه؟ ام رجل. يبقى منطقه لاستخراج المنجنيز الميم بتاعت المنجنيز دي بتفكرنا بالام، وام ايه؟ بجمه. الحته دي في شبه جزيره مين؟ يبقى منجنيز ام ايه؟ بجمه. صعبه؟ طب تعالى بقى نشوف رقم 7. انتوا دفعه السكر 2010 اكتشف منجم اسمه منجم ايه؟ السكري. منجم السكري يا ذهب، يبقى السكر ما الذهب موجود في منجم ايه؟ السكري. يبقى ذهب سكري صحراء ايه؟ شرقية. صحراء ايه؟ شرقية. يبقى الذهب في منجم السكري في الصحراء ايه؟ الشرقية. عند جبال البحر ايه؟ الاحمر. صعب؟ يبقى الذهب في منجم ايه؟ السكري. يبقى كده احنا خلصنا كام حاجة؟ 3. الحديد اللي فيها حق فين؟ في الواحات البحرية في الصحراء الغربية، في الصحراء الغربية. والمنجنيز أم بجمة في شبه جزيرة مين؟ سيناء. والذهب يا سكر في منجم مين؟ السكري. والفوسفات الناس بتتلخبط فيه، برافو عليكي، بتفتكريه بعيد الميلاد وبتلبسوا ايه؟ طراطير. ففي حته اسمها ابو ايه؟ طرطور. ابو طرطور. في الوادي ايه؟ الوادي الجديد. يبقى في محافظه اسمها الوادي ايه؟ الجديد. يبقى عندي كده يا مستر ممكن اتلخبط تاني، زي ما اتلخبطت في الحديد وقلت مصنعه في حلوان، هتتلخبط في الفوسفات وهتعرف مصنعه فين. قال لك مصنعه في حته اسمها ايه يا استاذه؟ فابو ايه؟ ابو زعبل. اسمها ايه؟ ابو زعبل. يبقى انا كده عندي 4 معادن اماكنهم سهله جدا. الحديد فين؟ اسمعها. الواحات البحريه في الصحراء الغربيه. والمنجنيز يا بجم فين؟ ام بجم في شبه جزيره سيناء. والذهب في منجم اسمه منجم ايه؟ السكري. ودي في الصحراء ايه؟ الشرقيه. طب تعالى عند الفوسفات، البس عيد الميلاد هتلبس ايه؟ طراطير. ففين؟ ابو طرطور. وقلنا ان الفوسفات مربوط بالفلاح، والفلاح محتاج حاجتين، يرش اسمده ويقتل حشرات. هتقتلها بالشبشب ولا بالمبيدات؟ بالمبيدات. اسمده زراعيه، مبيدات حشريه. تمام. عن محطات الكهرباء الماليه. شايفين اللفه دي؟ تحتيها على طول في قناطر كده اسمها قناه الايه؟ اسنا. اسمها قناه الايه؟ اسنا. يبقى تحت اللفه قناطر. تحت اللفه قناطر. تمام. هننزل حبه كده هنلاقي خزان. اسمه خزان ايه؟ اسوان. برافو عليك يا ادم. اسمه خزان ايه؟ اسوان. تحت اللفه قناطر اسنا، انزل حبه نلاقي خزان بيسموه خزان اسوان. وفي الاخر بقى السد ايه؟ العالي. وفي الاخر سد كبير بيسموه السد ايه؟ العالي. العالي. يبقى انت هتشوف بحيره ناصر، فوقيها على طول السد مين؟ العالي. فوقيها شويه خزان مين؟ اسوان. وفوقيها خالص بقى اللي بعد اللفه دي على طول قناطر مين؟ اسنا. يبقى كده المشاريع فيها مشكله؟ لا. تمام. يبقى كده المحطات اللي هي محطات الكهرباء المائيه نقولها مع بعض، تحت اللفه قناطر. تحت اللفه قناطر. ننزل حبه نلاقي خزان بيسموه خزان ايه؟ أسوار. وفي الاخر سد كبير اسمه السد العالي. مستر دي كلها طبعا الاماكن اللي ممكن تجيبنا في اي امتحان، سواء البحرين او الخليجين او الفرعين، في مشكله؟ او الصحرتين اللي احنا عارفينها، سواء الشرقيه او ايه؟ او الغربيه. اقول اخر مره،
الحديد اللي فيها حفر موجوده فين؟ الواحات البحريه بالصحراء الغربيه. المنجنيز اللي فيها مين؟ ام وبلد شبه جزيره مين؟ سيناء. والذهب يا سكر في منجم مين؟ السكري. واخر حاجه الفوسفات افتكروا بعيد الميلاد يبقى فاضوا ايه؟ كربون.